Morning, buenos días, sabah al khair, kul lughat al alam. So yeah, the same pouring routine every day. My coffee, the best thing in the world. Yummy, it's very delicious. Some snacks, كثير أحب من أكل لازم أشياء تفتشي على اليوتيوب. So راح أترككم فيديو مثل حالتي. بعد ذاك الفيديو اللي مثل حالتي حرفيا جزء المفضل هو القراءة قراءة كتب أو رواية so أحب أسمع عن جون ليجند مغني المفضل so مانسفيلد هو رواية بنفس الحالة هو فيلم so أنصحكم بيه حلو بيه غموض نوعا ما أحب أدخل بمود القراءة some diary some glasses so هاي الدايري كل شيء أكتب بيه so notes or كل شيء يتعلق بتفاصيل حياتي everything in it everything so خبروني إذا عندكم مفكرة like me أحلى جزء بيومي هو وقت العزف من أفرغ نفسي لسماع فقط music so some coffee with the Spanish language كثير أحب لغة الإسبانية so real English للقضاء على الملل so yeah من عزف مرات تعلم على النغمة هي الخلفية من خلال هاي الجيتار العزف هسه بسمعوها حاليا أكثر شيء أكرها من أظافري نص إيدي طويلة ونص قصيرة بس yeah love it cinema and movies very important for your language For diet, lemon with water, the best thing. I'll leave you in this video. راح أترككم بهذا الفيديو. تستمتعون بالقراءة وبكل شيء أسوي يوم الممل عادة. لجسمك عطر خطير النوايا يقيم بكل الزوايا ويلعب كالطفل تحت زوج المرايا يعربش فوق الرفوف يجلس فوق البراويس يفتح باب الجوارير ليلا ويدخل تحت الثياب